هناك إشاعات أخرى، أستغل هذه الفرصة لتفنيدها، المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية وغياب الاعتمادات الضرورية. 40 مليار اللي كاين هذه السنة في فقط المقصة، فيها 25 المواد الأساسية وفيها 15 استثنائية، مرتبطة 10 مليار نتاع الدرهم باستيراد الحبوب خاصة القمح، وفيها 5 مليار استثنائية لقطاع النقل، وفيها 25 مرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. قانون أو مشروع قانون المالي لسنة 2023 سيوضع 26 مليار، وهي النفقات التي تكفي للحفاظ على هذه المواد مدعمة في خلال السنة المالية 2023 ب40 درهم البوطة، وبالحفاظ على الثمن السكر اللي كاين حاليا في السوق في مختلف انواعه، وداك الكوطا اللي باقا نتاع الدقيق المدعم، والاجراءات الاستثنائيه اللي تتطلب من الحكومه انها تتبع الوضع العالمي وتاخذ القرارات، سنعمل على تتبعها خلال السنه الماليه المقبله. واش غادي نطلعوا الدعم اكثر ولا يبقى في نفس المستوى حسب هذه الظروف العالميه، والاجراءات ستتخذ في وقتها. واؤكد انها اجراءات استثنائيه مرتبطة كما قلت بالوضع العالمي وبالأثمان نتاعو، واللي كتطلب إجراءات استثنائية. أما نفقات المقاصة العادية المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، فالاعتمادات التي يعني أرصدتها ولا رصدها مشروع قانون المالية لسنة 23 هي كافية حسب توقعات نتاع 800 دولار. وفيما يخص عائدات المغاربة المقيمين بالخارج السيدة النائبة، فالمجال لا يسع للثناء عليهم وشكرهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم، والعائدات نتاعهم حطمت كل الأرقام وتجاوزت وستتجاوز 100 مليار ماشي 80 مليار. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.